مباركة المملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. لأجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا هذا البيت. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. لأجل رئيسا كهنتنا جوزيف وويليام الموقرين والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا ملكنا ومساعديه وجنوده ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. لأجل هذه المدينة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا الهوية ووفرة غلال الأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة واردة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين ولنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضنا وحياتنا كلها. أيها المسيح الإله يا من علق على الصليب حبا لنا هب لنا صليبك الكريم حرزا وصدا لكل عدو لكي نسلو له جميعنا هاتفين. خلصنا أيها المسيح بقوة صليبك وقدسنا ببهائه وأيدنا بارتفاعه لأنك أنت نورنا وحياتنا وفداؤنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموته قدمي فإنه قدوس. بشفاعة والدته لنا يا مخلص خالقنا.
الله فهو ملكنا قبل الدهور أجرى الخلاص في وسط الأرض بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم المختصين
قدوس أنت يا إلهنا وليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهب الداهرين. آمين. لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نؤوما القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهر آمين. ولقيامتك المقدسة نميس بقوة لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه فإنه قدوس. الرب قد ملك فلتسخط الشعوب، هو جالس على الشربين فلترتجف في الأرض الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أمين. يا إخوة، إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لأنه قد كتب سأبيد حكمة الحكماء وأرذل فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين محجاب؟
الله أليس الله قد جنّل حكمة هذا العالم فإنه إذ كان العالم وهو في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة حسن لدى الله أن يخلص بجهالة الكرازة الذي لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة أما نحن فنكرز بالمسيح مصلوبا شكا لليهود وجهالة لليونان أما المدعوون يهودا ويونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله السلام لك أيها المرنم ولكافة الشعب هللويا بشارة القديس مرقس الإنجيل باشي المجد لك يا رب مجد لك قال الرب من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فذاك يخلصها فإنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أم ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستحي به ابن الإنسان أيضاً متى أتى في المجد أبيه مع الملائكة والقديسين وقال لهم الحق أقول لكم إن بعض القائمين هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله آتياً بقوة كلام الرب التسبيح لك أيها المسيح يسوع التسبيح ربك من كلام الحي لنا للمسيح يسوع التسبيح والبركات
باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. أبتي الفاضل أبونا نادر، أبتي الفاضل أبونا وسام، إخوتي أحبتي بالمسيح يسوع، الليلة عيد الصليب، إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله، أو فهي قوة الله. كلمة الصليب هل اليوم جايين نتأمل فيها أنا وياكم ونشوف قديش كانت الكلفة غالية، كلفة خلاص كل واحد منا. وقت اللي منقول صليب كنا نسمع شيء قاسي، شيء مهول، بخوف، مرعب. صرنا بس نسمع إشارة صليب أو صليب نحس بالظفر، بالانتصار، بالغلبة. لما كنت اطلع بوجوه كتار من الناس هاللي وجوههم تعباني، يمكن ضربهم اليأس أو الإحباط، كنت أصرخ بوجهن ترنيمة ترنمت فيها على فترة طويلة لحنت أوعى تيأسوا مرة، بتيبسوا، أوعى تنعسوا وتغفوا على اللي صار، أوعى تلبسوا من قماشة العار نشدوا على اللي بيبقى تما تصيروا الورقة الصفرة حد النار. كنت قلن هاللي عنده يسوع ممنوع إنه يعيش حالة يأس، ما عنده شيء بحياته اسمه إحباط، حتى الألم إجا ربنا وعطاه معنا. وصرنا منقول اشلحوا الخوف منيح واللون المحير، هبوا مثل الريح عالخايف يتغير، دقوا باب السر المن زمان مسكر، وصرخوا طيهر ورق الخوف الأصفر. ليش؟ لأنه أنتوا أبناء الرجاء، أنتوا أبناء القيامة. كنت أنا وصغير اسمع ترنيمة أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا، تعرفوها منيح الترتيلة، أترك كل شيء، تعطى كل شيء واحمل الصليب، تعال إني اخترتك لي عونا، العلا يدعوك، تعال. وكنت أسأل طب إنه معقول واحد بيحمل الصليب وبده يضل حامل الصليب وهيدا الوزر هالقد تقيل؟ حتى فهمت إنه بالنهاية الصليب منه أداة عذاب فقط، مع يسوع صار العبارة إلى ميناء الخلاص. الصليب هو الرمز الأهم للمسيحيين، وانتو بتعرفوا هالشيء. قدام كل خطر، قدام كل مأساة، قدام كل حالة، خليني أقول موت، فشل، قدام كل صعوبة، قدام كل امتحان، بعمل إشارة الصليب. فإذا الصليب صار مش بس إشارة، صار علامة ظفر على إمم الكنايس، على إمم الجبال، وين ما بتروحوا بالعالم المسيحي بتشوفوا في شيء بذكركن بالصليب. وبيوم من الأيام فتحت إيدي بهالطريقة، أو حدا قدامي فتح إيدي بهالطريقة وأنا عم بتطلع من ورا، شفت ارتسم قدامي علامة صليب، قلت أنا طب ليش ربنا رسمنا بهالطريقة؟ حتى نقول إنه هيدي أداة خلاصنا. طلعت بكتير من الشباب، بكتير من الناس، أمات، بيات، لمن كانوا بدو يهدوا طفل وقت اللي بيتعمد أو شو ما كان، كنت شوف سلسلة ومعلق فيها الصليب، كنت شوف يسوع على الصليب. اطلع على أبواب
هالناس أنا وفي الترش بزمن الدنح الغطاس لقي عبوابهم في إشارة صليب، وكنت أفرح. إخوتي أنتوا بياتكن جدودكن حولوا العلامة هاي على علامة الصليب من رمز للإهانة للموت للإنكسار لرمز للانتصار للحب وللحياة. ما من حب أعظم من أنه يبذل الإنسان نفسه عن اللي بحبهم. شو يعني؟ يعني ما تخاف أنك تحمل صليبك كل يوم وتتبع يسوع. دروب الحياة يمكن فيها صلبان كتير ويمكن فيها وزر كبير، بس ما تخافوا، كلمة الصليب هي القوة تبعي وتبعكن. أكيد بولس الرسول بيوم الأيام حب يحذر الناس وقال لهم برسالته لأهل فيليبي: لأن كثيرون يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم لكم، بس بده يذكرهم باكيا، قديش كان حزين، قديش كان عن جد قلبه بحالة غم وقت اللي كان عم بيذكرهم، لأنهم سماهن أعداء صليب يسوع. قديش في ناس بيحبوا يسوع، قديش في ناس بيكرموا صليب يسوع، وهن ذاتهم مرات هن أعداء صليب يسوع الذي نهايتهم بيقول الهلاك وعاقبتهم كمان الهلاك. خزيهم ومجد وعار لأنهم عن جد ما عرفوا يتأملوا بصليب الظفر. مشان هيك كان يقول بولس الرسول، وبحب أقول أديكن كمان مرة، بيقول: أما أنا فيكن ترددوها، فحاش لي ما بدي إلا أن أفتخر بشي واحد، صليب ربنا يسوع المسيح. بدك تفتخر بشي؟ ما بتفتخر إنه الله عطاك مجد، فيلا، قصر، يخت، أو الله عطاك صحة. شو أجمل شيء عند الإنسان؟ أعطيني الصحة يا رب. إذا بدك تفتخر، افتخر إنه أنت عندك راية ظفر بتقدر ترفعها بكل المطارح وتحس حالك محمي، مبارك، محصن، أبي، أبضاي. يمكن إخوتي هيدا الشيء اللي خلاني من أنا وصغير أطلع وشوف إنه كل شيء عم نعيشه أساسه ركنه صليب يسوع، وكنت أفرح. أسرارنا، إفخارستيتنا، بداية قدساتنا، لمن نقعد على المايدة، لمن نطلع بحالة يمكن بدنا نطلع بباص، بدنا نعمل رحلة، أول شيء بنعمل إشارة الصليب. كنت أفرح وقول: إذا عن جد رح نحافظ على هيدي التخيرة اللي اسمها تخيرة الصليب، هي مقياس لحياتنا، فلا خوف على شو ما بيصير وأنا ناطر. كنت أطلع باللي بيلعبوا فوتبول، كنت شوف عند ما يوصلوا قدام المرمى بدو يعملوا بنالتي مثلا يعمل إشارة الصليب، كنت أفرح. كنت أفرح لما نشوف كتار يطلعوا قدامهم، يطلعوا بسياراتهم يشوف الصليب قدامهم. فإذا هيدا الصليب إخوتي هو راية الظفر. في شخص ألهمني كتير بحياتي، هو سمعان القيريني اللي بتسموه القيرواني أو السيريني، هو من ليبيا. رجال كان راجع بلحظة لحظة تعب إرهاق ومش عارف شو عم بيصير على درب الجلجلي، إجا طي يتفرج مثله مثل هالناس لأنه كتار بحبوا يتفرجوا هالأيام. شاف إنه في مسيرة، في شخص عم ينلبد كله سوا رقعة حمراء من راسه لكعب جري، حامل صليب
عم بيتألم، وبالحقيقة مثله مثل كتار. هيدا الإنسان بالذات كان مثل كأنه عابد صليبه، عم بيعشق صليبه. صدقوني إخوتي، ياما مرات كنت اتفاجأ، شو هاليسوع؟ مين عمل له صليبه ليسوع؟ قلت أنا بركي لأنه هو نجار هو عمل صليبه، لأنه ما ممكن تعشق شيء بتكرهه بتخاف منه. ويسوع كان عابطه للصليب، وشوي بيندفش سمعان محل سمعان بطرس اللي قال له ليسوع المسيح حاشا ما حدا بيحط ايده عليك. بس بلحظة اللحظة القاسية اللي بدي سميها انسحب بطرس. سمعان كان اسمه سمعان بطرس، انسحب والآب استبدل سمعان بطرس بسمعان القيرواني. أقولكن صدفة؟ أنا ما شفتها صدفة. وهيدا السمعان اللي كان عم بيبكي نكرانه من بعيد كان غايب بوقتها عن الساحة، الساحة السخنة، وبس يعرف شو يلي صار بيومتها ومين اللي انعطى نعمة إنه يحمل صليب معلمه يسوع. رح يحس بطرس إنه نكرانه جير هالنعمة هالهدية لحدا حامل اسمه سمعان. بالبداية سمعان القيرواني أو القيرواني ما فهم إنه حمل الصليب مثل ما كتار منكن حاملينه بوجع وبيتألموا، حمل الصليب بهيديك الليلة كان شرف، شرف كبير لإله وتكريم إله وحده بين كل اللي كانوا عم بيتفرجوا، كان شرف. كتير مهم أقول قبل ما أنسى إنه في اثنين فاتوا على حدث سيمفونية أو دراما الألام وربنا كرمهم. أول واحد كان سمعان القيرواني، والثاني الله كرمه كتير كان رفيق صلب يسوع المسيح اللي سمته الكنيسة ديسماس، اللي كان أول مين على الصليب عرف يقطف ثمرت الصليب. قال له يا رب أذكرني متى أتيت في ملكوتك. قال له الليلة، اليوم. اليوم معناتها هلأ، مش معناتها بعد ثلاثة أيام، معناتها هلأ بتكون معي بالسماء. قدوس الذي لا يموت. أكيد هيدا اللص أخوتي أنا بحسه مثل شي شخص هيك كان عنده شرف يقدم أوراق اعتماده للآب للابن بواسطة الابن، ويسوع بهاللحظة الحاسمة قبل ما يموت بكم لحظة قبل ما يلفز أنفاسه الأخيرة، هيدا الصليب اللي بيكرمكن أخوتي بلحظات الوجع واللحظات اللي هالقد قاسية، يسوع خلص نفسه ورد لعدو الرابد تحت إجراي الشيطان اللي كان عم بيتفرس ناطره طيفضة من الحياة. للرب رد له الصفعة صفعتين، أخذت مني يهوذا الإسخريوتي ابني اللي أكل من شوي من صحني أنا وعلى صليبي، وأنت مفكر أنه أنا بحالة الإنكسار، رح أرجع أصفعك ورح أرجع استرد لص استردوا من بين إيديك وطلعوا معي على مملكتي. مشان هيك إخوتي بقول شو حلو اليوم أنا وأنتو بهيدا النهار اللي عم نكرم فيه صليب يسوع، نعرف أنه ربنا كمان مثل سمعان القيرواني حابب أنه يقلنا شاركوني، حملوا صليبي، رفقوني بالمسيرة، مشوا مع الدرب، درب الجلجلي مش درب قاسي، لا، تعاطفوا مع ألامي. صحيح أنه سمعان ما شاف وجه يسوع الحلو، سمعان القيرواني، صحيح أنه سمعان شاف وجه يسوع المشوه المضروب وتعاطف معه ومع وجعه. بعرف أنه يومتها يسوع دوقه، تعرفوا الدواء، دوقه قلبه مش وجهه، لأنه سمعان كان كله قلب. ما بعرف إذا عندي القوة اليوم قل له للرب
عمول معي يا رب مثل ما عملت مع سمعان القيرواني، حملني صليبك حتى امشي دروب الحياة. حملك يا رب تقيل، خليني ساهم شوي بهالحمل. ما بعرف إذا بقدر، ما بعرف إذا مستعد، بس بعرف إنه بحبه وما بقدر إلا ما أشكره على هالصلبان الصغير اللي عطاني إياها هدية، حتى حس قديش كان ألامه كبيرة وإنه فدائه ودمه كان عظيم على الصليب. بعرف إنه ليسوع بلحظات التخلي الكبير في مشهد بدي أرسمه أنا وياكم هيك شوي، واسمحوا لي إنه قلكن كان أعظم مشهد إنجيلي ممكن تتأملوا فيه. يوحنا الفصل 19 إخوتي بيقول: لينظروا من طعنوا على الصليب. كان في طعنة قاسية، كان في طعنة قوتها إنه طعنة قلب الحبيب يسوع. يسوع على الصليب حس برجفة الموت، وفي ناس بسموها رعشة الموت، آخر لحظات الحياة. أكيد يسوع اجته رجفة الموت، بيقول عنه سفر المزامير: ذاب قلبي مثل الشمع. وحلو إنه نقول نعم هيدي رجفة الموت، مرات نحن منرجفها إخوتي. في شخص فاجأني على الصليب، فاجأني كتير، لأنه على الصليب عادة بتتركه المصلوب يموت وخلص تخلص قصته. بس لمن هيدا الجندي اللي سمته الكنيسة لونجين شاف إنه من بعد ما خلع ركاب اللصين قرب من صليب يسوع وطلع لقاه مات. يمكن حدا أو حاله، سألت حالي منو هالحدا، الإنجيل ما بيقول، أو حاله ياخد الرمح ويطعن جنب يسوع. سألت حالي شو هيدا، غبا؟ طب ليش طعن قلبه؟ حتى يتأكد إنه ميت منه ميت. وهون عرفت إنه بتقول الكنيسة لمن طعن جنب يسوع جرى من جنبه دم وماء علامة الحياة. أنا رحت شوي أبعد، الكنيسة بتقول إخوتي طعن قلب يسوع على الصليب بهيدي اللحظة ولدت الكنيسة، ولدت الكنيسة من طعن جنب يسوع على الصليب. أكيد هون هالطعنة نقال عنا كتير إشياء، منهم قالوا طعنة عنيفة، منهم قالوا خزقت صدر يسوع. أنا بقول وصلت لقلبه، فتحت قلبه، فتحت بهيدي اللحظة مملكة الآب. وهون بالحقيقة أنا رجفت، مش رجف يسوع على الصليب، ورح قلكن ليش. لأنه ما بعرف ليش أخذني تأملي، أخذني الآب أنا وعم بتأمل بجيل الإنجيل بالإنجيل، أخذني المشهد على سفر التكوين. شفت إنه بسفر التكوين الله المجد إله لمن خطي آدم وحواء شو صار؟ انطردوا من الجنة، والله المجد إله حط على باب الجنة جندي من جنود السماء حامل بإيده رمح أو سيف متقلب من نار تيحمي شجرة الحياة. وما كنت أعرف أنا وصغير شو هي شجرة الحياة، بعدين عرفت لما بلشت باللاهوت إنه شجرة الحياة هي بالمستقبل رح تصير الصليب. اللي تدل على هالشجرة أشهى عنقود، عنقود الخلاص، عنقود الخلاص يسوع المسيح. شجرة الحياة، شجرة الخلاص، عنقود بعنقود اللي انعصر عصرته روما، عصروه بوقتها وعطانا دمه كفارة لخلاصنا. وفهمت إنه يسوع افتدى آدم وحواء وافتدى البشرية كلها سوا، وهيك بقول قيافة يومتها، مش لازم يموت واحد، فدى الأمة كلها. بلا، وكانت نبوة. وفهمت إنه الشجرة هي ذات الصليب، هي ذاتها بآخر صفحة الكتاب المقدس شجرة الحياة، اللي إذا أسقط إنسان كلمة من كتاب الحياة اللي اسمه الإنجيل أسقط الله اسمه من سفر الملكوت. فهمت إنه القصة مربوطة من الأول للنص وللآخر. وفهمت كمان إنه هالجندي
اللي كان حارس باب الجنة ما يفوت آدم وحواء، لمن انطعن جنب يسوع على الصليب، جندي طعن جنب يسوع على الصليب، وكأنه عم بيقول لهالباب سفر التكوين اتفضل ارجع استقبل أبناء المملكة بمملكة الأب. اللي كان مسكر باب الجنة انفتح على الصليب، مشان هيك صرت حب وأعشق الصليب، وفهمت إنه يسوع المسيح على الصليب مش بس عطاني قلبه، فرجاني وجبيه، وعلى الصليب فرجاني مملكته، وفرجاني إنه إذا بدك تدخل من الباب، الباب اللي عن جد كان مسكر، ويسوع قال بيوحنا الفصل العاشر أنا هو باب الخراف، وما حدا بيدخل على المملكة إلا من هالباب، وما فيك تروح تفتش عبواب تانية ومفاتيح تانية. وسألت حالي طب وشو هو هالمفتاح اللي بده يفتح باب قلب الله؟ تعرفوا شو طلع المفتاح؟ الرمح، آلة حادة، هيدا هو المفتاح، وهيدا الرمح هو ذاته صليب الرب. اليوم اللي أصلاً بدك تفتح باب قلب الله، إذا ما بتحمل صليب يسوع ما رح تفوت. هيدا هو المفتاح، هيدا هو هدية يسوع إلكن وإلي اليوم أخوتي. مشان هيك بقول خلوني أنا وياكن اليوم نعشق، نتطلع مطرح ما طلب منا يوحنا الحبيب بيوحنا الفصل 12 لينظروا من طعنوا. حاج بقى نتطلع بأثار المسامير، بإكليل الشوك، بجسمه المخزق كله سوا رقعة حمراء. خلونا نتطلع مطرح ما لازم نتطلع، نتطلع بجنبه المطعون ونقول له شكرا لأنك أخذتني، فوتتني من هيدا الباب، من هيدا الطاقة، من هيدا الشباك، خليتني اطل على مملكة بيك. ومن هون بقلكن إخوتي بكل بساطة، لمن منعمل هالاختبار بعرف إنه رح نكون فرحانين. هيدا الجندي ما بقى اسمه لونجين، هيدا اسمه شخص الآب طلب منه، قال له يا ابني معليش طالما هيك هيك سهران تحت صليبي، اتفضل افتح لي قلبي، خلوني بلش القصة. ومين كان أول مين دخل من هالقلب المطعون؟ اللص. مين ما كنت؟ شو ما كنتوا؟ شو ما كنتوا عاملين؟ بقلكن إخوتي حتى أردت الناس، أضعف الناس، أكتر ناس خطأ، الباب بيعرف وين قلب الله. روحوا اركعوا قدامه وقلوا له يا رب أنا كمان بهديك قلبي. مشان هيك بدي أنهي وقول إخوتي هلأ صار فينا نسمر عيوننا على جنب مطعون، جنب بحبنا. خلونا نطلع بيسوع اللي فاتح إيدي وسع يمكن الكون كله سوا حتى يضمنا لإله ويقلنا بحبكن. هيدا الباب بالذات هو الطاقة المفتوحة اليوم حتى أنا وقلته ندخل منا على مملكته. هلأ صار فيي أنهي وقول تعوا إخوتي نصلي مع كل اللي عم بفتشوا عن قلب يتطلع فيهن. بأكد لكم أنه يسوع مش عم بيتطلع بعيونه فيكن، على الصليب كانوا عيونه مغمضين، بس كان بقلبه عم بيتطلع فيي وفيكن. كتبت مرة نشيد موجود فيكن تسمعوه، عم بينزل الموت سلطان انكسر على الصليب، انكسر والكفن مشلوح وانزاح الحجر، غلب الموت وعهر الموت، يلا هبوا وعلوا الصوت، يسوع انتصر. طعنوك بقلبك ولدة الكنيسة، موجوعة أمك العذراء القديسي، والشر اللي بتعرف مينه جقرته كسرته، نزلت الدين وتتخلص من كل اخباره، زرعت له حربي بجبينه والوعد انتصر. نحن انتصرنا اخوتي بموت يسوع على الصليب. موجوعين طلعوا بجنبه المطعون، تعبانين حملوا صليبه، إرفانين مزعوجين حسين المرض عم بيغل أكتر وأكتر، بدي قلكن في طعم طعمته اسمه المعمودية،
وفي دم هو على الصليب ماشي بعروقكم عم تاخدوه من القربان جسد ودمه، ماشي ببسمات قلبكم بعروقكم. هيدول هن كل مره بتحتفلوا بالذبيحه الالهيه وبتاخدوا جسده ودمه، هيدول رعبون للحياه الابديه. حبوا يسوع، طلعوا فيه، بس ما بقى تطلعوا لا بكليل الشوك ولا بقى تطلعوا بجسمه المخزق، طلعوا بجسمه خاصه جنبه المطعون. حبوا هالجنب، روحوا من خلاله على ما بعرف بفكركم بقلبكم بنظرتكم بتاملكم على مملكته، واشتهوا حبوا انكم اليوم تكونوا بمملكه الاب. امين. والله يقدسكم. جميع المسيحيين الحسن العبادة، فليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. قداسة البابا فرانسيس وجميع البطاركة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، فليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. كل حين الآن وكل أوان
وإلى دار الدائرين. في عيد ارتفاع الصليب المقدس نقدم هذه الذبيحة المقدسة على نية كل الحزانة واليائسين والمرضى والمتألمين، يكون لهم صليب ربنا المكرم قوة وتعزية ورجاء وشفاء في كل حين، الآن وكل أوان وإلى ما بعد، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. تطوف به الطغمات الملائكية على طلبتنا إلى الرب يريا لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يريا برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك مع ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. السلام لجميعكم. روحنا بعضنا بعضا لكي نعترف بنية واحدة بالآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد في الجوهر وغير أحبك يا رب يا قوتي الرب ثباتي وملجئي ومنقذي. أحبك يا رب يا قوتي الرب ثباتي المسيح فيما بيننا المسيح فيما بيننا بحكمة فلنعلن إيماننا المسيح فيما بيننا كائن وسيكون كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء
والكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسنا ونقف بتأيب، فلنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس. رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع روحكم. نرفع قلوبنا إلى الأعلى. حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن وهو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى صعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة ظاهرة والخفية، ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي اقتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة محلقين وطائرين مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباؤ السماء والأرض مملوءة القديسين قائلا خذوا فكلوا هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي العهد الجديد الذي وراك عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آه
لك نقرب لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح إياك نبارك لك نشكر يا سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم. إنه واجب حقا أن نغبطك يا والدة الإله الدائمة إبقى والمنزهة عن كل عين وأمة إلينا يا من هي أكرم من الشيروبين وأمجد بلا أولاً قداسة البابا فرانسيس الطباوي وغبطة البطاركة يوسف وبيير باتيستا ومار بشار الراعي ورئيسا كهنتنا جوزيف وويليام وجميع البطاركة والأساقف الموقرين وأنعم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين مديدي الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين. فاعطنا أن نمجد ونسبح بفم وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك. بعد أن ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيريا ألايسون كيريا ألايسون كيريا ألايسون كيريا ألايسون كيريا في الإيمان وشركة الروح القدس ولنودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها لك يا رب. إننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي
نذكر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى أبد الدائرين. السلام لجميعكم ولروحك، احنوا رؤوسكم للرب. ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. كنا سوا، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم روسخ من الأقداس للقديسين قدوس سوا. الصلوات الاستعدادية للمناولة، كنا سوا. أنا أؤمن يا رب وأعترف أنك أنت حقا مسيح ابن الله الحي الذي أتى إلى العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر وهذا هو دمك. أرك أيها الأباء أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، فإني لا أقول سرك لأعدائك. نتقدم إلى المناولة بكل إيمان ومحبة وخشوع مع المحافظة على مسافة التباعد فيما بينكم. نتناول جسد الرب ودمه الكريمين لشفاء النفس والجسد ولغفران الخطايا وللحياة الأبدية. أمين. بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. جسد المسيح ودمه. الرب هو الله وقد ظهر لنا. اقبلني اليوم شريك في عشائك السري جسد المسيح ودمه ابن الله.
فنيلا جسد المسيح، جسد المسيح ودمه سرك لعداء. جسد المسيح ودمه ولا عطيك قبلة كورنيا جسد المسيح ودمه لغفران الخطايا والحياة الأبدية. اذكرني يا قدوس، اذكرني جسد المسيح ودمه. متى تأتي في ملكوتك؟ جسد المسيح ودمه. آمين. احمد الرب لأنه صالح، لأن إله الأبد رحمته. هللويا. من وسط الضيق دعوت الرب فاستجاب لي ورحب بي، لأن إله الأبد رحمته. هللويا. الاعتماد على الرب خير من الاعتماد على الرؤساء، لأن إله الأبد رحمته. الاتكال على الرب خير من الاتكال على الإنسان، لأن إله الأبد رحمته. الرب قوتي وتسبيحتي، هو الذي خلصني، لأن إله الأبد رحمته. هللويا. يمين الرب رفعت، يمين الرب قد أبدت عزتنا، لأن
لي أبواب البر فأدخلها وأحمد الرب لأمنا إلى الأبد رحمته هاليلويا. إياك أحمد لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا لأن إله الأبد رحمته هاليلويا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. يا رب خلص، يا رب وفق، أنت هو إلهي فإياك أحمد، أنت هو إلهي فإياك وفق، إياك أحمد لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا. قداس مقبول وكل سنة تسلمين. في احتفالنا دائما بعيد الصليب تعودنا انه نختار الصليب من جديد ونكتشف صليب حياتنا، وهذا بيكون من خلال القداس، وبعد القداس ننطلق مع بعض في مسيرة الشموع، كلنا بنضوي شموعنا حتى نمشي ونعلن فخارنا بالصليب المقدس في كل مكان، حتى نوصل لساحة كنيسة مار يوسف، وهناك رح نشعل النار اللي أشعلتها القديسة هيلاني حتى تقول للعالم وجدت الصليب. ونحن منقول للعالم إنه وجدنا الصليب ونفتخر بالصليب، فبيكون لقائنا وصلاتنا في ساحة كنيسة مار يوسف حتى نشعل النار ونبارك الرمان ونحتفل مع بعض كعائلة واحدة بهذا العيد العظيم اللي من خلاله منجدد قبولنا لفخر وانتصار وغلبة الصليب. كل سنة وانتم سالمين. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة الخالدة السماوية المحيا الرهيبة لنشكر الرب شكرا لائقا. يا رب الرحمن صلاة الشكر، نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا بأسرارك السماوية الخالدة. قوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وابقد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة الجليلة وجميع قديسيك. ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. بسم الرب. يا رب الرحمن واسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر ليكن اسم الرب بارك
ثمار هذه الثمار الرمان بقوة صليبك أيها المسيح الإله مقدس المتناولين منها، واحفظ رعيتك بشفاعة سيدتنا الكاملة الطلبات والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك، لأنك أنت إلهنا المبارك والمقدس الأشياء كافة، وإليك نرفع المجد أيها الآب الأزلي والروح القدس والآن الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى أبد الدائرين. آمين. اذهبوا بسلام المسيح وسلام الرب يكون معكم.